بعد 170 يوم كوالدة لأم الأسير أيمن الشرونة، إيش أنت رسالتك في هالإيد؟ رسالتي لكل العالم أنهم يفرجوا عن أيمن. رسالتي أنا بوجه رسالتي لإسماعيل هنية أبو العبد وللمقاومة ولأبطال حماس، ورسالتي لمحمود عباس ولا مشعل ولا شو اسمه، شو بيقولوا مش عارف شو اسمه. المهم رسالتي لجميع واحد بيقول لا إله إلا الله، أنهم يفكوا أسر أيمن، يضغط على الاحتلال اللي يفكوا أسر أيمن. أيمن بعد اللي يصير هذا ما ظل مجال، يعني انتهى بعد 172 يوم ما ظلوا مجال، شو يعني؟ أيمن ما فيش فيه للنفس بس، الله يرضى عليه والله يطول عمره، وإن شاء الله بروح بالسلامة. يعني فقد كل أعضاء جسمه أيمن، أيمن فقد بصره، فقد كل أعضاء جسمه، فقد الكلية عنده، فقد كل إشي صار تجمع في الكلية عنده، يعني ما ظل ما بقدر يتحرك نهائي من مرة. وكمان بربطوه كمان في التخت، يعني انه ما بيخلوه يعني مثلا دروع على مطرح، او مثلا بدهم ينقلوه من مستشفى لمستشفى مربط كمان، يعني خايفين عليه يسرد. الجبان هم شرد يهود، يعني شو خايفين عليه يسرد؟ هو 172 يوم من دون اكل، ومن نهار السبت لهذا الان مضرب عن المي، ما بيشربش مي نهائي من مره، واحيانا برفض الدواء اللي بعطوه اياه، وان شاء الله ربنا بيفرجها. ايش هي معاناة ام الاسير المضرب، انه يعني بانقطاع حتى الاتصالات مع الاسير او حتى الزيارات؟ زيارات ما فيش، ما زرنا. ايش انتم معاناتكم؟ احنا معاناتنا ليل ونهار بنعاني، يعني كل هالقول اللي قلنا شو سوينا في قولنا؟ ما سوينا ولا حاجه الا طب في هالكاميرات وخراف وكله على الماشي، وزي ما جينا زي ما رحنا، وهذه شو سوينا ولا حاجه. الحمد لله ان شاء الله ربنا من فوق بفرجها على الكل، على جميع الأسرى وعلى جميع الأسرات، وإن شاء الله كل غايب بروح لأهله، والرب واحد والعمر واحد والحمد لله. شو بدنا يعني نسوي؟ تتخيلي نهاية إضرابه قريبة؟ يعني ممكن إنه هو فعلا يفرج عنه، يعني لو صبحتي بكرة الصبح قالوا لك إنه أيمن حر خلص، أيمن بالطريق. والله إن شاء الله، والله متأملة أنا هذا الأمل، يعني أمل في وجه رب الكريم، يعني متأملة إنه إن شاء الله يروح، وإن شاء الله إنه يعني إن شاء الله بروح. هو بطل يعني، سواء استشهد بطل، وسواء يعني تبي انه بده ايمن يفك اضرابه، يعني خساره للشعب الفلسطيني كله، عار عليهم من اولهم لاخرهم، لانه راحوا اللي وراء كليتهم اللي كانوا معاه في الصفقه هذول كلهم انتهوا، لانه اول واحد فيهم ايمن. شو يعني بتفكر؟ فكرها بسيطه؟ مش بسيطه، مش شايل. قلت يا ان يعني بيفرجوا عنا، يا ان يا استشهاد، يا ان يعني يشوفوا النحل. انا ولا حل فيه. ان شاء الله ربنا يفرجها، شو بنسوي يعني؟ لما اخذ قرار الاضراب حكى لك شيء؟ او نقل لكم شيء معين عن طريق ال يعني اللي بدي اضرب؟ لما يضرب ايمن عرف انه في ابطال وراه، بيجروا وراه، يعني انه مش قاعدين. ابطال حماس وراه، ابطال الشعب الفلسطيني كلهم بيجروا وراه، ان شاء الله ربنا يفرجها عليه، والله انا متامل يعني انه ما حدا يعني انه مهنن، يعني ما حدا قاعد، ما حدا، ان شاء الله كلهم ربنا بيقيم ساعتهم، ان شاء الله بروح، ان شاء الله ربنا بيفرجها عليه. شو الرب واحد والعمر واحد، يعني سواء جرينا روحنا اجينا، ربنا سبحان الله العظيم لما بكون يعني بده يصير الاشي بكون، الاشي يكون فيكون، يعني بريد في الاشي بكون كله فيكون. يوم بروح ان شاء الله ربنا بفرج حالي. شو بنسوي يعني؟ والله ما بدينا حاجه، والله ما احنا عارفين شو بدنا نضل نقول، حتى ما ظل معنا قول اللي نضل نقول، شو بدنا نعمل؟ ان شاء الله ربنا بفرجها، معتمدين على هالكريم احنا، على ربنا ان شاء الله، ان شاء الله ربنا بفرجها حالي. الحمد لله على جميع الأسرة، وإن شاء الله كل غايب بروح لأهله، يعني زي ما ابن الناس كمان، كلهم أولادنا، يعني مش بس ابني، أنا ببكي عليهم كلهم، أنا مش أنا واحد ببكي، والله العظيم لما بحضر على التلفزيون عاهد الله إني يعني شو بدي أحكي لك، شو بدي أقول لكم يعني، والله بعمى وأنا أصيح، والله لا ليل ليل ولا نهار نهار، والله يحرم علي النوم ما بنام، مرتين الليلة طحت على الشارع، وأنا أقول ها مازال هذا هو خلص ما فيش شيء له يعني يروحوه. خلاص أيمن بصير زيه، احنا مستنى الساعتين يصير ليش لأيمن. الحمد لله، شو بدنا نسوي؟ ظليت قاعد على الطريق، عودت طلعت، عودت طحت، عودت طلعت، شو بدي اسوي؟ زي المجنون يعني صرت. الحمد لله. عتبانة على الشعب الفلسطيني أو القيادة أو حدا من السفارات المصرية، يعني حاسة إنهم تركوهم لحالهم؟ طبعاً بعتب عليهم كلهم، أيمن لما قدم على الإضراب إنه ما فكروا إنه حدا يتركه. انه هذول في ابطال وراء، في قياده حماس، في اسماعيل هنيه، ابو العبد، في مثلا ابو الوليد، في مثلا يعني بيعرف انه ما هو مخلى، انه ما يقدر، في فلسطين لنا لحالنا احنا، في فلسطين للشعب كله، فلسطين هذه،
واحنا مش ندمانين. هم بيضحوا براجمه في حجار، لكن احنا بدمنا وبروحنا ببصرنا، والحمد لله. وان شاء الله ربنا بيفرجها، وان شاء الله ربنا ما بيضيعنا تعب، وان شاء الله بنتصر لكل منهم ان شاء الله. واحنا والله فرحنا لهم للنصر، لكن والله يا فرحنا ما تمت. اولادنا ولا طلبان الحديد، اولادنا بين الموت والحياه، ابني في سفين للنفس. شو يعني بدي اسوي؟ شو بدي اعمل؟ وين اروح انا؟ شو اللي بيعرف طريقه يدني عليها يدني عليها، اللي اسويها اللي ابني يروح، مش عارف شو بدي اسوي انا. الله يفرج عليهم، ان شاء الله ربنا يفرج عليهم. ايش وضع ايمن في داخل السجن بعد 170 يوم من الاضراب؟ والله ايمن تعبان، والله تعبان، لا بيقدر يقوم ولا يمشي ولا يتحرك. شو ال 170 يوم شو بده يصير يعني؟ قول لي شو بده يصير؟ والله بشوف ما حدا متحرك ولا حدا سائل فيه. يبي 6 اشهر لا يوم ولا اثنين. الله اكبر، وين الرحمه؟ وين العدل؟ والله انا بشرفني يبي اخو زي هذا، اليوم لو كل اخوتي زيه. والله بشرفني، والله والله لي الشرف، والله لي الشرف اني يكون واحد زي ابو اسماعيل هالزيه، وبتنمس فيه وين بمشي في الشارع راسي مرفوعه. الله يفرجها عليه ويفرج قريب ان شاء الله يا ابو اسماعيل، واقول له اصبر، وإننا الله مع الصابرين، الله يكسرهم ان شاء الله، حسبي بالله ونعم الوكيل في يوم الكافرين والظلام، والله يبعون الله الا يطلع ويكسر شوكة الاحتلال ويروح لنا ان شاء الله ويروح العيال. واحنا مستنظرين هذه الساعة على نار بعون الله، وانا بناشد كل العالم تقف مع ايمن وتفرج عنه بعون الله، ان شاء الله يجي الفرج عيد الله ويدهم. كل الناس تسمع صوتنا وتفزع لنا وتشفق على ابو اسماعيل، تطلع الاولاد ولا داره. والشكر لكم، لكل واحد بيجي بيمشي مع ايمن وبصور وبيمشي معنا، الف شكر له وتحية، وشكرا لكم.